مساء الرضا والفل والسعادة على كل مشاهدي صدى البلد وبالتحديد مشاهدي مطبخ البلد. النهاردة هنعمل أكلة اسمها بيكاتا، بس مش دي قصتي، أنا قصتي في الحلو. إيه هو الحلو؟ الهوت شوكلت، يعني مشروب مرتبط قوي بالشتاء. إيه ليه علاقة بالتأمل والدفى والأكل الكتير والكالوريز الأكتر؟ بس المرة دي هنعمله بالمارشميلو. تعالوا نرحب دلوقتي حالا بالشيف سماح علي اللي هتعمل لنا كل الأكلات الحلوة دي. اهلا 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 يا بطبوطه، ازيك يا جميل؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله كله حلو، نوره الدنيا. اتفضلي. هنقول بسم الله كده والاول. قولي لي الاول ازيك، عامله ايه قبل اي حاجه؟ الحمد لله كله بونو بونو. وانت كده عامله ايه؟ كله جميل، كل سنه وانت طيبه. ايه المكونات بتاعت البيكاتا الاول؟ البيكاتا هنعملها بالفراخ. حلو. في بيكاتا باللحمه. اه تمام، بس احنا هنعمل النهارده بيكاتا بالفراخ. تمام. المكونات بتاعتها بقى ملح وفلفل بس ورشه من جوز الطيب، وهنحط كريمه لباني ومشروم ودقيق وبصل ورشه كده من البقدونس. يلا بينا نلعب. هنبتدي بقى كده. يلا نلعب. نحط حاجتنا كده على النار. انا عايز اعرف حاجه، انت جبتيها منين موضوع الهوت شوكليت بالمارشميلو ده؟ جديده دي، دماغ ما بتنامش فيها يا سماح. عندي يوم بتعشق دي، دماغ ما بتنامش. انا مش بحبه والله، انا مش بحبه. تحبيش ايه، الهوت شوكليت ولا المارشميلو؟ الهوت شوكليت. الهوت شوكليت الكلاسيك اللي هو شوكولاته كاكاو، ها، باللبن. ده حلو بتاعنا. انا اتعلمت علشان يومنا بس. اوكي، ما فيش حد بيشربه غيرها. هنحط، ممكن نعمله على البارد ونخليه على النار عشان الوقت. حلو قوي، يلا بينا. هنحط هنا اللبن. هنعرف دلوقتي يا يمنى هي نجحت في الهوت شوكليت بالمارشميلو ده ولا لا. هنعرف لا، او مش هنعرف، هو عمر اللي هيدوق ويقول. عمر. عشان انا امبارح عكيت الدنيا وكلت سكر فمش هعرف ادوق النهارده. يلا الحمد لله. بس يا ستي بص بقى، هنحط ايه، معلقتين كاكاو كده او ثلاثه، يعني كل ما بنزود في الكاكاو بيبقى غني، بيبقى دارك اكتر، بيبقى جميل جدا. اوكي. طب لو حبينا نتقله شويه، هنتقل المارشميلو هو اللي هيتقل. اوكي، يعني اللي بيخلي السمك اتقل هو المارشميلو. زي بيبقى المارشميلو بقى بيسيح معانا. ولو احنا عايزين مثلا نتقله شويه، ممكن تحطي مثلا معلقه نشا صغيره. حلو قوي. تمام، حلو قوي. هنحطه بس كده اهوت، هنقلبه. اللي بقى طبعا علشان يطلع دارك معانا بيبقى نعمل بس بيبقى معانا. انا بصراحه في الشتاء صراحه ما بحبش المارشميلو، وما بحبش، لا انا احب المغاد. مغاد بالسمن البلدي. لازم حد بقى يحصل تخمه بنت جنيه، الواحد ما يبقاش مدرك اسمه ولا مدرك تصرفاته ولا في اي تركيز بجنيه. لا انا عايزه قوي. صدق احنا عايزين نعمل تحفه. صدق بجد والله يا سموح، احنا عايزين نعمل مغات، بيبقى تحفه صح. لو كنت قلت لي بقى امبارح كنت عملته. طب احنا يعني بنناشد استاذه رويده بروديوسر البرنامج، من فضلك استاذه رويده، محتاجين نعمل مغات وبالسمن البلدي لو سمحت. تحفه، وبصراحه بيبقى تحفه. يمكن من انا بقى من عشاقه. بتحب المغات جدا. بس انا حطيت المارشميلو والكاكاو. حلو. والسكر بقى حسب الرغبه. تمام.